مريم 22 سنة حاصلة على الإجازة في الأدب الإنجليزي في الوقت الذي تستمتع فيه زميلاتها بالعطلة الصيفية فضلت أخذ دروس في التوجيه لإكمال دراستها خارج المغرب وكيفية الحصول على منحة دراسية تمكنها من نيل شهادة الماجستير يلا خديت الإجازة ديالي في دراسة الإنجليزية هاد السنة وكنت باغا من شحال هادي إن شاء الله غير أونفا نكمل الدراسة ديالي نمشي نكمل في ليزيتازوني باش ندفع الماستر بروغرام تماك نكمل على داكشي اللي بديت دونك أنا هاد الصيف ما سافرت فين وما مشيت حتى شي بلاصة وتسنيت تيجي هاد البروغرام في هاد المكتبة مريم نموذج من بين شباب عدة اختاروا استغلال العطلة الصيفية من أجل الدراسة هذا وتسهر مراكز مختصة على توجيه الشباب في هذا المجال وحنا خاصة فصل الصيف معروف أن شباب كيكونوا انتهوا من الامتحانات وكيبغيو يسافروا وكاين هناك شباب اللي كيقرروا يدوزوا وقتهم وقت الفراغ ديالهم بطريقة أخرى كيجوا المراكز الثقافية للتعلم القراءة ولا يشاركوا في نقاشات بحال هذا النهار كان الموضوع ديالو على الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية على طول العام كيكونوا طلبة اللي سواء عندهم البكالوريا ولا عندهم الإجازة اللي عندهم طموح يمشيوا للولايات المتحدة يكملوا الدراسة ديالهم كيجيوا ياخذوا معلومات على فترة العطلة الصيفية لم تعد إذن عنوانا للراحة والاستجمام بل هي أيضا فرصة للتحصيل العلمي ومتابعة الدراسة